أخير عليكم، هنعمل ريفيو سريع على علبة البطاطس. الغطا بتاعها طبعا محكم، وعارفين ان البطاطس بتحتاج ما بتحتاجش ضوء عشان ما تبص معايا، بالتالي العلبه مصممه لكده. الغطا بتاعها اهو، العلبه بطاطس جوه، والكميه تاخد طبعا اكتر. العلبه محكمه، بقفلها من الجنبين. حجمها حلو قوي، شيك قوي في المطبخ ان انا بحطها كده على رخامه، وحط فوقيها العلبه التانية بتاعت الثوم، وفي بطاطسيه كمان اهي فوق الثوم والبصل، عشان طبعا احنا عارفين ان الثوم والبصل بيحتاج ان هو يتنفس اكتر من البطاطس. فبالتالي عرفنا كده ممكن تاخد معانا قد ايه، رغم ان في ناس كتير بتشوفها وبتقول لا حجمها صغير. لا، حجمها حلو قوي قوي في المطبخ، سواء على الرخامه او على الارض. حطاهم في كورنر جنبك كذا واحده فوق بعض. ممكن كمان احط فيها فاكهه، ممكن احط موز، احط برتقال، احط سفندي لو انا حاطه جايبه معايا اكتر من واحده في المطبخ. العلبه حلوه قوي، حجمها حلو قوي، وده كده لايف علشان نعرف ناس كتير كانتش عارفه الكميه قد ايه اللي بتاخدها علبه البطاطس.